السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي، مادة الرياضيات، الفصل الدراسي السن. تعالوا نشوف مع بعض النهاردة ركن الرياضيات. أول ركن عندنا من ركن الرياضيات في عندي حاجة اسمها مخطط 120. عندنا هنا وصلنا لليوم كام؟ وصلنا لليوم مين يقول لي وصلنا لليوم الرابع كام؟ والخمسون. الرابع والخمسون، تمام؟ طيب يلا عايزين نعرف كده مع بعض النهارده يوم ايه؟ يلا بص كده معايا النهارده يوم الايه؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين، شطوره برافو عليكي. النهارده اليوم الخامس كام؟ عشر من شهر 15 من شهر ايه؟ مارس. من شهر مارس. الساعة كام دلوقتي؟ العاشرة بالضبط. العاشرة بالضبط، شطورة برافو عليكي. يلا بينا مع بعض. احنا قلنا احنا النهارده اليوم وصلنا الرابع اليوم والخمسون. 54. يلا يبقى انا عندي حتى الاحد كام؟ حاوية الاحد هيبقى فيها اربع صيام، وحاوية العشرات هنقوم بوضع كده خمس اربعة. صيام. يلا نعد مع بعض هنا، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس. خمسة، شطورة برافو عليكي. طب النهارده احنا كنا قلنا وصلنا لليوم كام؟ النهارده يوم ايه؟ النهارده في التاريخ النهارده بتاعنا 15 من ايه؟ من شهر مارس. يلا كده نعملها باطار الخمس خانات دول، كده كام عندي؟ 10. دول يعتبر اطار 10 خانات. طبعا كنا وصلنا لقبل كده ان احنا وصلنا لكام؟ ها لرقم ايه؟ 14. 14 ده اللي كان اليوم الايه؟ السابق. النهارده بقى اليوم الايه؟ اليوم الخامس 10. تعالوا نشوف النهارده مع بعض موضوع درسنا النهارده بيتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن مساحة المربع، مساحة الايه؟ المربع. المربع. طيب تعالوا نبص مع بعض ونتعرف ونفتكر مع بعض يعني ايه مساحة، ونتعرف برضو على الايه؟ على المربع. بصوا كده معايا، أول حاجة ايه هو تعريف المساحة؟ أخذنا في الترم الأول إن تعريف المساحة هي عدد الوحدات الداخلية للشكل. أخذنا تعريف المساحة هو إيه؟ عدد الوحدات الداخلية للشكل. طيب يعني إيه الكلام ده؟ تعالي كده ناخد مثال ونبتدي نحل المثال ده. أنا عندي هنا شكل، الشكل الأولاني ده شكل مربع، والشكل التاني ده شكل غير منتظم. تعالوا نبص كده، لو أنا عايز أحسب مساحة الشكل اللي موجود عندي ده، كنا فاكرين كنا بنعمل ايه؟ كنت بعد الوحدات الداخلية لايه؟ للشكل. طب تعالوا نعد كده مع بعض. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثني عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر. برافو عليكي، كنت بقول عليها ستة عشر ايه؟ وحدة مربعة، عشان احنا كنا في المساحة كنا بنقول المساحة ايه؟ وحدة مربعة، تمام ماشي كده؟ طيب تعالوا بقى نعد او نشوف المساحة بتاعة الشكل الغير المنتظم. تعالوا نعد كده مع بعض. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر. يبقى عندي كام وحدة؟ ثمانية عشر وحدة ايه؟ مربع. وحدة مربعة. يبقى احنا اتفقنا مع بعض تاني ان تعريف المساحة هي عدد الوحدات الداخلية للشكل. بعد الشكل، الوحدات بتاعت الشكل منين؟ من جوه، عكس المحيط. المحيط احنا كنا بنعد منين؟ من بره. من بره المحيط كنت بعد الاضلاع من ايه؟ من بره. لكن المساحة هي عكس الايه؟ عكس المحيط. نشوف الشريحة اللي بعدها بتقول لنا ايه؟ يلا بينا. احنا كده اتكلمنا عن المساحة لوحدها، طب تعالوا نتكلم عن خصائص المربع، واحنا كنا لسه واخدين المربع ومحيط المربع. طيب بالنسبة عندي للمربع، تعالوا نشوف شكله بيبقى عامل ازاي. ادي شكل المربع. طيب تعالوا نشوف ايه، نعرف ايه الخصائص بتاعة المربع. قال لي اول حاجة ان هو له اربع اضلاع. تعالوا نعد الاضلاع بتاعته. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى المربع له أربع أضلاع. تعالوا نعد كده الرؤوس بتاعة المربع. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة. واتفقنا إن الرأس دي بتبقى نتيجة إيه؟ التقاء ضلعين مع بعض. أدي ضلع وأدي ضلع اتقابلوا مع بعض عملوا لي حاجة اسمها إيه؟ رأس. طيب كمان بيقول لي إن المربع له أربع زوايا قائمة. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لي الضلع ده لما تقابل مع الضلع ده عملوا لي من هنا حاجة اسمها إيه؟ زاوية. والزاوية دي بقول إن الزاوية دي بتبقى قائمة، وهتعرف بعد كده إن الزوايا القائمة دي بيبقى قياسها 90 درجة. طيب تعالوا نكمل. بيقول لي إن جميع أضلاعه متساوية في الطول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الضلع ده قد الإيه؟
قد الضلع ده قد الضلع ده قد الضلع ده، يعني لو انا عرفت ضلع واحد بس في المربع ابقى عرفت جميع اضلاع الايه المربع، لان اضلاعه جميعها متساويه فين؟ في الطول. طيب كنا اخذنا كمان في درس محيط المربع وعرفنا ان محيط المربع بيساوي ايه؟ طول الضلع في 4. يعني لو انا عايزه اجيب المحيط بتاع المربع كله اخد طول الضلع الواحد بس وهضربه في كام؟ في 4. بس كده؟ لا، كمان عرفنا حاجه كمان، عرفنا ان طول ضلع المربع، لو انا عايزه اعرف طول ضلع المربع هاخد المحيط واقسمه على 4. يعني لو انا عندي محيط المربع ده كله وعايزه اعرف طول الضلع يبقى انا هقسمه على كام؟ على 4. خلاص كده؟ نشوف الشريحه اللي بعديها. طيب احنا كده اتكلمنا عن المساحه لوحدها، اتكلمنا عن المربع لوحده، طب تعالوا نشوف بقى المسائل بتاعت مساحه المربع بتبقى عامله ازاي او بتجيلنا ازاي. بيقول لي ان مساحه المربع، وده درسنا النهارده والقانون بتاعنا اللي احنا هناخده النهارده، بيقول لي ايه؟ بيساوي مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. يعني لو انا عايز اجيب مساحه المربع هاخد طول ضلع المربع واضربه في نفسه، اضربه في ايه؟ في نفسه. تعالوا نشوف كده معايا، بيقول لي انا عندي هنا مربع والمربع ده كاتب لي ان طول الضلع بتاعه 7 سم ايه؟ متر. تعالوا نشوف السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوجد مساحه المربع، انا عايز اجيب مساحه المربع ده، متفقين مع بعض ان انا لازم اكتب القانون، يلا حد يقول لي القانون بيقول لي ايه؟ طول الضلع في نفسه. يبقى مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. طب هنا طول الضلع كام؟ 7 سم. يعني انا هضرب 7 في ايه؟ في 7. برافو عليكوا، هضرب 7 في 7 بتساوي كام؟ 49 سنتيمتر مربع. وكلمه مربع انا ممكن ما اكتبهاش، بس اكتب بدل فوق كلمه سنتيمتر اكتب رقم كام؟ 2. خلاص كده، يبقى انا كتبت ايه؟ سنتيمتر مربع، واحنا عارفين ان المساحه بالمتر الايه؟ المربع، بالوحده المربعه. بالوحده المربعه، خلاص ماشي كده، سواء كانت سنتيمتر او متر، تمام، او كانت اي وحده من وحدات الطول. تمام، خلاص كده، يلا بينا نشوف الشريحه اللي بعديها. بيقول لي اوجد محيط ومساحه المربع. ايه ده يا ميس، ده كمان اخد لي الدروس اللي قبليها؟ عادي جدا بقى، ما انا عرفت محيط المربع كمان وعرفت مساحه المربع، عايز ان هو يجيب لي مسائل فيها محيط وفيها ايه؟ وفيها مساحه. ادي مساله اهي عندي موجوده وراسم لي فيها مربع وكاتب لي ان المربع ده طول الضلع بتاعه بيساوي 3 سم ايه؟ متر. تعالوا نبص كده مع بعض، بيقول لي ايه؟ عايز احسب المحيط، هقول له اكتب القانون، محيط المربع بتساوي طول الضلع في 4. يلا قولي لي كده طول الضلع، طول الضلع كام؟ طول الضلع عندي 3 سنتيمتر، هقول محيط المربع بيساوي 3 في 4 هيساوي 12 سنتيمتر فقط. لان ده ايه؟ ده محيط، المحيط بالسنتيمتر بالوحده بس، لكن المساحه قلنا بالوحده الايه؟ المربعه. يلا بينا كده، تعالوا نجيب بقى مساحه المربع. طبعا اكتب القانون، اكتب القانون يا ميس، انت قلت لنا ان مساحه المربع هو طول الضلع في نفسه، طول الضلع عندي بيساوي 3 سنتي، هاخد 3 سنتي واضربها في نفسها يبقى 3 في 3 بيساوي 9 سنتيمتر مربع، هتكون الوحده سنتيمتر مربع، وحده مربعه لان وحدات المساحه بتكون مربعه. وحدات المربع. برافو عليكي، يبقى انا عندي كده مساحه المربع هقول بتساوي 3 في 3 بتساوي 9 سنتيمتر ايه؟ مربع. نشوف الشريحه اللي بعديها بتقول لنا ايه؟ بيقول لي عندي مربع، ايه ده يا ميس؟ ده جايب لي مساحته 16 سنتيمتر مربع واوجد طول الضلع. ميس حضرتك لما عرضتي عليا القوانين بتاعه المساحه اخدت قانون واحد بس، ايه القانون اللي احنا اخدناه؟ اخدنا قانون المساحه بيساوي طول الضلع في نفسه، مساحه المربع طول الضلع في نفسه. ميس انا هجيب طول الضلع ازاي؟ تعالوا نبص كده مع بعض، انا برسم كانها رسمه كروكي كده، انا عندي مربع اهو وبيقول لي ان مساحته يعني المساحه الداخليه بتاعته بتساوي 16 سنتيمتر ايه؟ مربع. هو عايز دلوقتي مني ايه؟ عايزني اعرف طول ضلع المربع ده بيساوي كام؟ طب انا عندي قانون واحد بس هو اللي هيساعدني، انه قانون اللي هو مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. يا ميس ما انا مش هعرف اكتب ولا طول الضلع ولا نفسه اللي هو كام. طب نمشي واحده واحده مع بعض، انا عارفه ان مساحه المربع بتساوي 16 سنتيمتر ايه؟ مربع. يلا نكتبها كده تحتيها واقول بتساوي طول الضلع، انا عارفاه؟ لا مش عارفاه، فهعمل مربع فاضي في نفسه، نفسه ده اللي هو طول الضلع برضه، هو انا عارف طول الضلع بكام؟ انا برضه مش عارفاه، فهعمل مربع فاضي، يعني كاني بقول 16 سنتيمتر مربع بيساوي مربع فاضي في مربع فاضي. يعني انا عايزه اجيب هنا عدد اضربه في نفسه
تمام؟ عدد هضربه في نفسه يديني 16 سنتيمتر مربع، مين شاطر يفكر معايا؟ ها ايه العدد اللي هضربه في نفسه يديني 16 سنتيمتر؟ الأربعة يا مس. برافو عليكي، الأربعة، الأربعة لو ضربتها في أربعة هتديني 16 سنتيمتر مربع، يبقى أنا كده جبت طول الضلع أو طول ضلع المربع بيساوي 6 إيه؟ بيساوي 4 سنتيمتر، بيساوي 4 إيه؟ سنتيمتر. خد بالك هنا أنا بجيب طول ضلع، فعشان كده الوحدة بقت عندي سنتي إيه؟ متر. لكن لو كنت بجيب مساحة هتبقى سنتيمتر مربع، يبقى في فرق لما بكون بجيب طول الضلع أو بجيب إيه؟ أو بجيب المساحة. نشوف الشريحة اللي بعديها. بيقول لي أوجد طول ضلع المربع الذي محيطه 36 سنتيمتر ثم أوجد مساحته. هو بيقول لي عايز طول ضلع المربع اللي محيطه بيساوي 36. تعالوا نرسم بقى رسم كده مع بعضنا كده عشان نشوف هو عايز إيه. ادي شكل مربع اهو، بيقول لي ان المحيط بتاعه يعني كل اضلاعه او مجموع اضلاعه كلها بتساوي كام؟ 36 سنتيمتر. عايز بقى هو مني ايه؟ مني ايه؟ عايز اول حاجه ان انا اجيب له طول الضلع، عايز طول ضلع المربع. تاني حاجه عايزني اجيب له ايه؟ عايزني اجيب له المساحه. يبقى هو طالب مني كم مطلوب؟ 2. طب تعالوا نجيب المطلوب الاولاني، اول حاجه اللي هو طول ضلع المربع. طب عشان اجيب طول ضلع المربع هجيبه ازاي؟ كنا واخدين المحيط على 4. قانون بيقول لي ايه؟ المحيط على 4. يلا ابتدي اعوض، المحيط 36 على الأربعة هيدينا ايه؟ 9 سنتيمتر. والتسعة سنتيمتر انا كاتبه ليه سنتيمتر؟ عشان انا كاتبه هنا عايزه ايه؟ طول الضلع. طيب بعد كده عايزه مساحه المربع، اكتب القانون، مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. طب انا جبت طول الضلع بكام؟ ب9 سنتي. يبقى هضرب كام في كام؟ 9 في 9. يلا شاطرين قولوا لي، ها 9 في 9 بتساوي كام؟ 81 سنتيمتر مربع. ليه ما قلت سنتيمتر مربع؟ عشان انا هنا كنت بايه؟ بجيب المساحه. شوف الشريحه اللي بعديها. بيقول لي اختر، بيقول لي عندي مربع طول ضلعه 5 سنتي فان مساحته بتساوي نقط سنتيمتر مربع. يلا بينا كده نحل مساله زي دي. يلا الاختيارات بتاعتي بتقول لي ايه؟ 24.25.36. طيب هو انا ينفع اختار من قبل ما احل المساله؟ لازم احل، لازم احل المساله. هو هنا جايب لي طول ضلع المربع وعايز مساحته. يلا اكتب القانون، ها مساحه المربع بتساوي ايه؟ 5. طول الضلع في نفسه. طول الضلع في نفسه. برافو عليكوا، طول الضلع في نفسه. ادي المربع اهو عندي طول الضلع 5 سنتي وهو عايزني اجيب المساحه بتاعته. يلا هنكتب القانون، طول مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، يعني هضرب كام في كام؟ 5 في 5. 5 في 5 بتساوي كام؟ 5 في 5 ب25. قولي لي التمييز، 25 ايه؟ متر مربع. برافو عليكي، يبقى مربع مساحه المربع بتساوي 5 في 5 بتساوي 25 سنتيمتر مربع. يلا انا كده خلصت؟ لا لازم اختار المساله الاجابه بتاعتي منين؟ من فوق. يلا كده يبقى انا هختار رقم كام؟ 25. شوف الشريحه اللي بعدها. بيقول لي المربع الذي مساحته 4 سنتيمتر مربع فان طول ضلعه بيساوي نقط. يبقى انا معنى كده ان انا عندي مربع، وكاتب لي كمان الاختيارات، بيقول لي الاختيارات 3 ولا 4 ولا 2. طيب عندي مربع اهو، وبيقول لي المربع ده المساحه بتاعته الداخليه يعني المساحه اللي موجوده من جوه دي بتساوي 4 سنتيمتر مربع. طب هو عايز ايه؟ قال لي انا عايز طول الضلع. ميس انا عندي قانون واحد هو اللي هيساعدني، يلا قولي لي القانون اللي هيساعدني. اللي هو قانون المساحه يا ميس، طول الضلع في نفسه. برافو، طول الضلع في نفسه. انا طبعا مش عارفه طول الضلع، ولا طبعا مش عارفه عشان اقدر اضربه في نفسه، فهعمل مربعين فاضيين، مربع فاضي في مربع فاضي. بس اكتب في الاول ايه؟ المساحه اللي هي بتساوي 4 سنتيمتر. أيوة مربع. هدور بقى على العدد اضربه في نفسه يديني 4، مفيش الا 2 في 2 يبقى طول الضلع. برافو عليكي، طول الضلع ايه؟ هقول 2 في 2 بتساوي كام؟ 4. يبقى طول ضلع المربع بيساوي كام؟ 2 سنتيمتر. اوعى حد يتلخبط، انا كنت بجيب طول ضلع الايه؟ المربع. يبقى الوحده هتبقى ايه؟ سنتيمتر. تمام؟ نختار بقى كده الإجابة من فوق، يبقى أنا هختار رقم كام؟ 2.
بيقول لي بعد كده رقم 3 مضلع سداسي محيطه 42 سنتيمتر، فإن طول ضلعه بيساوي نقط سنتيمتر. طيب أنا كان عندي هنا مضلع سداسي، طيب مضلع سداسي ده يبقى أضلاعه كلها متساوية ولا مش أضلاعه متساوية؟ لا هتبقى أضلاعه متساوية وبيساوي وأضلاعه 6 أضلاع. طب تعالى نشوف الاختيارات، هو كاتب لي الاختيارات، كاتب لي 7 ولا 8 ولا 9، ينفع أحل من غير ما أحل أختار من غير ما أحل المسألة؟ لا لازم أحل الأول. لازم أحل الأول مسألتي، طب يلا بينا أنا عندي أهو مضلع سداسي، يلا بينا. هو كان جايب لي المحيط بتاعه، يعني مجموع اضلاعه الخارجيه بتساوي كام؟ 42 سنتيمتر، وطالب مني ان انا اعرف له طول الايه؟ طول الضلع. كنا فاكرين القانون، مين فكرني بقى بالقانون بتاع اي مضلع متساوي الاضلاع؟ متساوي الاضلاع المحيط على عدد اضلاع. المحيط على عدد الاضلاع، يبقى انا هقول كده بيساوي ان انا هقسم كام؟ 42 على كام؟ على 6. طب ميس عرفت ان هو ان انا هقسم على 6 ازاي؟ هو قال لي مضلع سداسي، يعني مضلع مكون من كام ضلع؟ من 6 اضلاع، يبقى انا هقسم كده 42 على 6. ها مين يقول لي 42 على 6 فيها كام؟ 7 بتساوي 7 سنتيمتر. ونفس الكلام انا بجيب طول ضلع، يبقى طول الضلع بيتجاب بالسنتي ايه؟ بالسنتيمتر. بالسنتيمتر. شوف الشريحه اللي بعدها. قبل ما نشوف الشريحه لازم ايه؟ لازم اختار الاجابه بتاعتي. انا كتبت هنا 7 سنتيمتر، يبقى لازم اختار الاجابه بتاعتي تبقى 7 من الايه؟ من الاختيارات. يلا اشوف الشريحه اللي بعدها. بيقول لي عندي رقم 4 برواز على شكل مستطيل، عرضه 4 سنتي ومحيطه 24 سنتيمتر، فإن طوله بيساوي نقط سنتيمتر. طب يلا نبص كده مع بعض، كاتب لي كمان الاختيارات 7 ولا 8 ولا 9. بص كده معايا، انا عندي اهي اهو مستطيل، والمستطيل ده بيقول لي ان العرض بتاعه 4 سنتيمتر، وان كمان المحيط بتاعه من بره بيساوي 24 سنتي ايه؟ سنتيمتر. عايز يعرف الطول بيساوي كام. كان في عندنا قانون بيساعدني لو انا عندي محيط وعندي طول، عندي محيط قصدي او عندي عرض وعايز اعرف الطول، كنت بقول الطول بيساوي ايه؟ المحيط على 2 ناقص ناقص العرض. برافو عليكي، يبقى انا كده هكتب الطول بيساوي المحيط على 2 ناقص الايه؟ ناقص العرض. طيب انا كان عندي المحيط بيساوي كام؟ 24 على 2 على 2 ناقص ايه؟ ناقص 4. هقول بيساوي 24 على 2 بيساوي فيها كام؟ 12. ال 12 اشيل منهم 4 هتساوي كام؟ 8 سنتيمتر. وبرده عشان كنت بجيب ايه؟ ضلع، ده طول، انا عايز اجيب طول، يبقى جبته بالسنتي ايه؟ بالسنتي متر. يلا كده لازم اختار الاجابه بتاعتي، انا طلعت لي 8 سنتيمتر، يبقى انا هختارها من فوق بتساوي كام؟ 8 سنتيمتر. بيقول لي بعد كده، بيقول لي ده سؤال بقى ايه المتفوقين، عايزاكم تركزوا بقى معايا في السؤال وتبداوا ان انتوا تحلوه وتبعتوا لي الايه الاجابات بتاعتكم. شوف السؤال بيقول لي ايه، بيقول لي لوحه على شكل مربع طول ضلعها 3 امتار، احسب مساحتها او احسب محيط ومساحه اللوحه. يبقى تاني، لوحه على شكل مربع، لوحه على شكل مربع طولها او طول ضلعها 3 امتار، الضلع بتاعها طوله 3 امتار، عايزني احسب ايه؟ المحيط واحسب الايه؟ المساحه للوحه. ما تنساش تكتب لي القوانين وتبتدي تطبق وايه؟ وتحل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.